أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ولنا حلقة جديدة وبرنامج أصداء الشارب. حلقة اليوم مخصصة أيضا عن شحة المياه في مدينة تكريت. بعد ما عرض برنامج أصداء الشارب الحلقة الماضية، استجابت دائرة ماء صلاح الدين للمناشدات اللي ظهرت عبر شاشة قناة سامراء الفضائية، وسلطوا جهد كبير من أجل إيصال الماء إلى المناطق التي تشكو شحة هذه المياه منذ أكثر من 17 يوم. تابعونا ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم أيضا مخصصة عن شحة المياه في مدينة تكريت، بضيافتنا رئيس مهندسين علي فاضل مدير دائرة ماء محافظة صلاح الدين. مرحبا بك أستاذ علي. أهلا وسهلا أستاذ وقناة سامراء الفضائية. حياك الله أستاذ علي. أستاذ علي، الأزمة لا تزال قائمة في تكريت أم هنالك انفراج؟ لا، إن شاء الله هناك انفراج على مستوى حي القادسية في تكريت. الأزمة بدأت تخف إن شاء الله. البارحة كان عندنا عطل في خط الكهرباء. كوادر مديرية كهرباء صلاح الدين مشكورة سعت بكل جهد إلى إصلاح الخط بالسرعة الممكنة. تم ضخ الماء من المشاريع القادسية في الساعة 11 ليلا، إلى الآن مستمر الضخ. إن شاء الله الشحة قضينا عليها في القادسية. على مستوى منطقة مركز مدينة تكريت، كما تلاحظون العمل جاري حتى الآن. تم تنصيب الغاطس الأول، مضخ الغاطس الأولى، تشغيله اليوم صباحا. الحمد لله حتى الآن الكهرباء مستمرة والعمل جاري على تنصيب المضخة الثانية إن شاء الله. بدينا الأزمة بالديوم، شو تحولت قادسية ومركز تكريت؟ نعم نعم، هي كانت الأزمة يعني على الشيء العادي وفي الديوم، لكن بسبب هذه الطحالب اللي شفناها بمستوى النهر، شفتوا انخفاض مستوى النهر، كذلك القطاعات المستمرة والكثير للكهرباء أدت إلى شحة في عموم مدينة تكريت. طيب استاذ علي، امانه هي شحت غاز وقود لو شحت ماء؟ لا شحت ماء. الوقود نعم، هو الوقود متوفر لكن بكميات قليله حسب الامكانيه اللي موجوده متوفر للدائره. نعم، تم اتصال اليوم بالسيده محافظ صلاح الدين مشكورا، خصص اليوم 40,000 لتر لمديريه ماء صلاح الدين لغرض اسعافها بتشغيل المولدات الخاصه بالمشاريع. وصلتكم غاز لو بس حكي؟ لا وصلتنا ان شاء الله الكميه الاولى، وان شاء الله غدا تجي الكميه الثانيه. طيب اليوم ليش انتم ما عندكم غاز؟ انتم دائره وعندكم واردات. نعم، الواردات سابقا، يجوز حتى باللقاء السابق حكيت لك اياها، سابقا احنا قبل عام 2014 واردات كانت تجينا من الوزاره بمعدل 400 الى 500 مليون بالشهر. حاليا ماكو واردات معدومه، نعتمد فقط على الجبال للاسف يعني ضعيفه جدا، بمعدل يعني المفروض انا اجبي 400 مليون بالشهر الى 500، دا اجبي 120 مليون الى 130 مليون، نص هذه المبالغ تروح للغاز والنصف الاخر للصيانه السريعه ولا الاجور اليوميه، الكوادر الاجوريه اليوميه. سنوات التخصيصات من الوزاره متوقفه. عند نقل. نعم نعم، متوقفه، لا توجد واردات من الوزاره. اليوم شنو اللي يصير هسه بهذا الموقع، موقع تكريت هذا؟ يعني نعم، هذا مشروع ماء تكريت المركزي، المرحله الثانيه. عندنا المرحله الاولى شفناها هناك، دا تشوفون حاليا احنا نصبنا الغطاس الاول، مضخ الغطاس الاولى، حاليا دا رفعنا الممص الثاني، دا تشوفون اكو اعمال ميكانيكيه تجري الان، قطع ولحام، راح نصب الغطاس الثاني لغرض عمل المشروع بصوره كامله. اذا امكن بس على نعم. الكاميرا نعم، هذا العمل اليوم يعني وقت متأخر وحرارة الجو، ولكن اليوم سيتم تشغيل هذه الإسالة؟ نعم، هو اشتغلنا من الصبح، شغلنا غاطس أول، شغلنا الغاطس الثاني أيضا، شغلة بعد حوالي ساعة أو ساعتين إن شاء الله سيتم تشغيله. طيب هذه المضخة الآن هي تكفي سد حاجة المدينة التكريت؟ إذا تسمعني، وهذا يا مناطق يعني. نعم، هذا الأنبوب هو مشروع ماء تكريت عبارة عن مشروعين في مكان واحد. مثل ما شفتوا أكو الممص الثاني اللي صار جنوبا، هذا المشروع الأكبر، المشروع الثاني بالجهة الأخرى. عندنا أيضا مشروع ثالث احتياط اللي هو خلف الباندا اللي يسموه مشروع التصنيع. كلها سوف يتم تغيير المضخات إلى مضخات غاطسة لغرض سد أو تلافي هذه الشحة في المياه. طيب
طيب هي شحتنيه ولكن باعوا عن كثره الطحالب الموجوده. نعم على نعم احنا انا قلت الطحالب وبهم يعني ما يصدقون الطحالب او شيء، بس انتم مثل ما شفتوا هسه الممصل شلون شفتوه جزء بالتصوير مسدد المصافي الخاصه بالسحب مما يعيق تشغيل المضخات بصوره سلسه. مشكلة الجاز صبت الآن عمل جاري. جاري إن شاء الله. إن شاء الله وقت امتياز بالكتري. والله إن شاء الله يعني أنا أتأمل بس الكهرباء ظل مستمرة ويانا إن شاء الله. تدري إن الجاز أوكي هو يسد لي حاجة بس مو حاجة يعني مستمرة، المولد ما أقدر أشغل عليه يعني 24 ساعة التشغيل المستمر. طيب الآن هذا راح يكمل إن شاء الله. إن شاء الله. وش قد الطاقة الإنتاجية مالته هذا المشروع هذه الإسالة؟ هذه الإسالة 1500 متر مكعب الساعة، الإسالة الثانية عندي 1000 متر مكعب الساعة. كل أحياء تكريت. كل أحياء. من المعارض خلينا نقول. تكريت القديمة. تكريت القديمة، جنوب تكريت، معارض شمال تكريت، هاي كلها ديوم، هاي كلها على قسم من الديوم البعبيد كلها على هذا المشروع. طيب أروح على حي الديوم ومشكلة حي الديوم. نعم. حي الديوم هي شحة قديمة عندنا بهذا هذا الحي، التوسع الكبير الحاصل في حي الديوم، مشروع الماي هو نفس الطاقة الإنتاجية للأسف. كم سنة صار مشروع الديوم؟ الديوم سنة 2012 تم إنشاء، كان 200 متر مكعب، الخط الناقل الخاص به كان 10 إنج وبعدين تحول إلى 8 إنج، كانت الديوم قليلة يعني كتعداد سكاني. نعم، توسع حالي بشكل كبير جدا في الديوم، اضطرنا الى زياده المشاريع المائيه، اصبحت الان 600 متر مكعب، لكن الخط الناقل الخاص بي بعد يعني قطره صغير لا يستوعب كميه هذه الماء. انشانا الخط الناقل مثل ما سمعتوا، انشانا خط ناقل جديد بقطر اكبر. الخط الناقل الجديد. نعم نعم. سكه لا احنا كانت حقيقه اكو مشاكل في سكه القطار، كانت موافقات الخاصه باداره السكك، بعد حصول الموافقات تم تنفيذ العمل بدا العمل، لكن هناك امور فنيه عائقة على إكمال العمل بسرعة، يعني حتى اضطرينا إلى إكمال الحفر بحفر يدوي، حفر يدوي. نعم الآن أكملنا العمل إن شاء الله، فقط بقينا نربط من يم المشروع الخاص بالديوم، يعني خلال العشر أيام إن شاء الله راح يكمل العمل بصورة كاملة. المشروع نفسه ولسان نفسه تسد هاي المنطقه وانت هي لا لا نعم 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 هي مشاكل الاستثمار مشكله كبيره حقيقه، لكن ضمن خطه تنميه الاقاليم تم تخصيص مشروع جديد لمنطقه الديوم سعه 1000 متر مكعب الساعه، اضافه الى انشاء محطه تقويه داخل حي الديوم. نعم للاسف قانون الاستثمار في الدوله العراقيه يجيز المستثمر فقط الأراضي ينشئ عليها الدور السكنية، يتم من المستثمر إنشاء أو تنفيذ الشبكات المائية والخاصة بالمجاري والطرق، لكن للأسف ضخ المياه أو على ربطها على المجاري أو الكهرباء يتم من قبل الدائرة المعنية. ذلك موضوع الكتاب. موضوع الكتاب ينص على أنه المستثمر يتكفل الماء والكهرباء والأرض. زين شلون سمحتوا له ربطها الشبكة؟ ما لا يتكفل بهذا الموضوع، فقط تنفيذ الشبكات الداخلية للحي، اما ضخ الماء من المشاريع الخاصه بالدوائر المعنيه، ضخ الماء والكهرباء. والله هذا قانون الاستثمار يعني مشكله يا حقيقه مشكله، للاسف نعاني من هذه المشكله، نضطر الى الان الى طلب الى توسيع المشاريع المائيه او انشاء مشاريع مائيه لغرض سد هذه الحاجه. نعم شكرا جزيلا. نرجع لك مره ثانيه ان شاء الله. حقيقه اليوم يعني موضوع الاستثمار، يعني الحكومه العراقيه اللي وضعت قانون الاستثمار، المستثمر امتى تسلم ارض؟ من تسلم ارض غير المفروض المستثمر يتكفل بالماء والكهرباء، انت تاخذها من حصه المواطن. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، حلقة اليوم مخصصة عن أزمة المياه في محافظة صلاح الدين، بضيافتنا الأستاذ علي النعيمي مسؤول أو مهندس الشركة المنفذة لإعادة تأهيل هذا المشروع. تمام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ، يا مرحبا. أستاذ علي، شنو الأعمال اللي تقومون؟ اللي حاليا عندنا مشاكل في الممصات، فقامت مديرية ماء صلاح الدين بالتعاون ويانا مع شركتنا شركة دعاء الغسق لمساعدتهم بهاي الأزمة. احنا وكوادرنا
والحمد لله رب العالمين، يعني نصبنا أول غطاس وشغلناه، وهسه حاليا بالغطاس الثاني ومستمرين على بقية المجمعات. كم غطاس؟ المشاريع حاليا هنا اثنين وهناك واحد، والقادم بعد أفضل، لأنه يتغير. يعني الآن شنو يتغير بنظام الإسالة الماي؟ ها، اللي تغير قبل كان عبارة عن ممصات تسحب المي عن طريق المضخة. حاليا الغاطس، لأنه هاي المشكلة الطحالب والأشنات، فاللي صار أنه الغاطس يسحب المي يؤدي إلى تعبيرة الطحالب والأشنات، ما توقف الممصات وتعبيرها إلى الأحواض، ترفع من الأحواض بعدين وتدفع للمضخة مباشرة، ومن المضخة يدفع للناس. فهذا اللي يتأثر، لأنه إذا انتبهت الممص حاليا شلون مسدد بالكامل. اي، فهذا اللي ساعدنا على هالموضوع. طيب في حال، يعني شنو راح يتغير بقوة دفع الماء؟ لا حاليا ضعف الكمية، بسبب يعني كميتها المضخة، بدل ما هي تمص وياخذ من عندها وقت، حاليا الغاطس يعبر بهيد وهي ترفع علي فوق، فيتغير. الآن أنتم متفقين، أنتم شركة تنفيذ، شركة مقاولات. تمام، شركة مع المديرية. مع المديرية. نعم. اليوم شنو اللي راح يتم صيانته في مدينة تكريت؟ فقط هذا المشروع؟ لا، هو الموضوع مو صيانة. هو الموضوع تنصيب الغطاسات. شركة الصيانة انحال حاليا المشروع على شركة من اليو ان دي بي، حتبلش بالمشروع صيانة. ها أيضا. نعم. بس هذا توجيه من سيد المحافظ إلى مدير صلاح الدين، وتعاوننا وتعاون أيضا شركة دار الرنين. جهزت الغطاسات والحمد لله. أنت مهندس بعيد عن الدائرة، مقاول. نعم. شركة مقاولات، اليوم شنو اللي تحتاجه الدائرة في سبيل تتعدى هذه الأزمة؟ المادة. هي أول شيء المادة. الحالية نحن يعني. الله علي، للأسف إن على المادة المحافظ صلاح الدين نعاني من أزمة اقتصادية من عرفناها اليوم، غير المادة. اليوم نريد حلول. الحلول ما يكون تلا بالمادة. الحلول توفر المادة، توفر الأيدي العاملة، كوادر موجودة، المعدات موجودة، وماكو أي خلل إن شاء الله يصير بهالموضوع. وهي حلول مؤقتة للعلم، يعني حتى الغاطس حلول مؤقتة. هو الحل الأسلم هو الممص، نفس النظام مالته بس بممصات جدد، شغل صحيح. ويعني احنا هسه لو شوف ايش قد نعاني، الهيكل تصميمه صغير، بس الحمد لله انه قدرنا نوصل هاي النتيجه. هذا المشروع 1980 يمكن، اتوقع هيك، ما اتذكر انا، يعني يعرف اكثر شيء. يعني صار قبل 41 سنه. اي طبعا. اي مشروع ضخم. اي والحمد لله. هذا المصفي راح تأهلوا انتم؟ لا، الغاطس ننصب غاطس، وهسه غاطس ثاني ان شاء الله. اي. ايش قد راح يستمر ويا العمل تخلصوا؟ لا باذن الله، اذا الله استر اليوم نكمل ان شاء الله. يعني اليوم يصير ان شاء الله. ان شاء الله راح يساهم بحل جزء من الازمه. لا، حل الازمه اذا الكهرباء استمرت. تاخذ من عندنا تشغيل باستمرار، بس اذا الكهرباء استمرت، وهذا حفظ الله جل وعلا. ان شاء الله. انا مشكور، انا ممنون. يا مرحبا. طبعا يعني اذا ممكن مصورنا ياخذ الهيكل مال المشروع، هذا هيكل المشروع اتصور بثمانيات القرن الماضي مخلين هذا الهيكل. بس اريد اسال سؤال، انه بثمانيات القرن الماضي ايش قد كان تعداد نفوس تكريت؟ واحنا لحد الان 41 سنه على نفس المشروع ونفس اسالات الماء. طيب انا اريد اسال عن موازنه محافظه صلاح الدين، هذه الموازنات الانفجاريه في السنوات الماضيه وين راحت حتى تخلي المواطن في محافظه صلاح الدين في تكريت رغم هذه الميزانيه الكبيره وعلى بعد مترات عن نهر دجله ويعاني من شحه مياه؟ والله يعني نتمنى ان تفتح كل ملفات عبر النزاهه، ان كل ملفات الاموال المخصصه لدائره ماء محافظه صلاح الدين. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، حلقة اليوم مخصصة عن أزمة المياه في محافظة صلاح الدين. نعود لك أستاذ علي، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بكم أستاذ. أستاذ علي، كبرت الأزمة، سابقا كانت تكريت، سامراء، دجيل، اليوم دجيل، سامراء، تكريت،
ديجي شرقاط الازمه بدات لا لا بالعكس هي بسبب هذا يعني خلينا نقول الطحالب هي الازمه من شمال المحافظه الشرقاط بيجي نزولا حد تكريت بعد تكريت سامرة ما صارت هاي المشكله عدب لانه بسبب السد الموجوده بسامرة حال انه توصل هاي الطحالب لكن الازمه في سامرة هي مو حزمه حقيقيه بس عندنا مشكله كهرباء طبعا هي ازمه ازليه هذا الشيء اضافه الى هناك اعمال داخل مدينه سامرة من قبل الدوائر البلديه والمجاري بسبب الاعمال هذه قد تحدث كسورات في شبكات الماء مما يضطر الى اطفاء المشاريع لغرض صيانه هذه الكسورات كازمه حقيقيه بالمشاريع لا توجد ازمه حقيقيه فقط هذه الازمات يعني الشرقاط شكو بها اليوم الشرقاط ازمتها انه نفس ازمه تكريت بهذا الموضوع كذلك الكهرباء مثل ما قلنا كذلك التوسع الكبير جدا في الشرقاط يعني عندي مناطق مثلا تلول الباج تاخذ من مشروع ماء الشرقاط وما يصلها الماء يعني بسبب التجاوز على الشبكات تم اقرار مشروع من قبل محافظه صلاح الدين ان شاء الله بمدخل ناقل خاص لهذه المناطق بمسافه 16 كيلو تقريبا خط ناقل يعني خط ناقل للماء قطر كبير جدا من مشروع الشرقاط ومحطه التقويه نسميها الخانوقه منطقه الخانوقه الى هذه المناطق ما ياثر على الشرقاط يعني تسوي لا هو هذا محسوب اصلا هذا من ضمن الخاصه بالمشروع من ضمن انه ايصال هذه المناطق لكن وقت توقف هذا العمل بسبب انه ظروف ماديه بسبب احداث داعش توقف هذا العمل الان سوف يستأنف العمل او حيله كمشروع جديد من قبل المحافظه لقضاء اكمال هذا العمل المشاريع اللي هي سالات الماء المشاريع هي حديثة قديمة اليوم شنو هي أكثرها قديمة حقيقة أكو مجمعات صارت حديثة يعني قبل الأحداث 2012-13 مجمعات كمشروع مركزي مثل هذا تقريبا أنشئ بال 2011 أعتقد أو 12 أكبر من هذا المشروع حقيقة هذا أحدث مشروع صار عندنا على مستوى محافظة صلاح الدين يعني حقيقة مشروع من المشاريع الاستراتيجية المهمة في قضاء الشرقاط في الساحل الأيمن من قضاء الشرقاط احنا بالخطة مالتنا الخطة الاستراتيجية ايضا المفروض هناك مشروع اخر في الساحل الايسر من الشرقاط للاسف لم يقر حد الان هذا المشروع ساحل الشرقاط اكو مياه كافية في الساحل الايسر لا حقيقة لا أكون عندي شح كبيرة جدا في الساحل الأيسر يتطلب لذلك مثل ما قلت أنه يتطلب إنشاء مشروع مركزي في الساحل الأيسر من الشرقاط طيب خلي أروح مرة واحدة الشرقاط اليوم إذا أردنا نوفر لها ما شنو اللي تحتاج هو مشروع مي اكيد وهذا طويل الامد يعني تنفيذه لكن كسرعه يحتاج الى انشاء مجمعات صغيره سريعه التنفيذ طيب اكو خطه ان تدعمون الشرقاط نعم احنا بالساحل الايسر حاليا تم اقرار ثلاثه مجمعات ما في الساحل الايسر من الشرقاط سعه 200 متر مكعب كل مجمع البيجي مشروع البيجي الكبير والناس استبشرت نعم. خيرا نعم. شو رجعنا للأزمة في البيجي نفس الموضوع مثل ما قلنا الشرقاط وتكريت يعني هذا الظرف الطارئ حقيقة وأثر على عموم محافظة صلاح الدين كمشروع تم صيانته قبل فترة من قبل اليو إن والمحافظة يعمل بصورة جيدة لكن هذه الظروف أدت إلى هذا الشكل حاليا هناك حملة في داخل قضاء بيجي من قبل محافظة صلاح الدين يقول السيد محافظ صلاح الدين بإعادة تأهيل الشبكات المائية والخطوط الناقل الكهرباء إضافة إلى تبليط الشوارع من جديد أيضا تم إقرار مشروع آخر أو مجمع ماء سعة 500 متر مكعب في جنوب مدينة بيجي نعم مجمع ماء يغذي مناطق جنوب بيجي اللي هي حي النور وهونداي والمناطق الاخرى من بيجي. دخل الخدمه هذا المشروع؟ لا تم استيراده وتجهيزه قبل تقريبا 10 ايام ننتظر فقط مبالغ الخاصه بذلك لغرض نصب هذا المشروع وتنصيب. مشروع المزرعه كان هناك مشروع نعم. قيد الانشاء مشروع المزرعه. نعم مشروع المزرعه حد الان قيد الانشاء. نعم تاخر كثيرا بسبب الازمه الماليه في المحافظه لان المقاول يشتغل ويطلب فلوس في المحافظه لحد الان ما سلفوه لذلك يتوقف هذا المشروع طيب نعم بيجي اليوم بها مشروع مركزي ولا هذا ليس حاجه بها مشروع مركزي لكن لا يسد الحاجه الكافيه لتوسع الحاصل في عموم مدينه بيجي خلينا نروح لتكريت المشروع هذا الثمانينات نعم هذا عباره عن كان ذاك
نعم. هنا يمكن تعداد نفوس تكريت يجوز ما يتجاوز 30 او 40 الف نعم. نسمه. نعم اليوم تكريت ما اعرف ايش قد تعداد نفوس، احتمال 120 او 130 الف نسمه، الله اعلم يجوز اكثر. هذا المشروع عباره عن مشروع مثل ما قلت، واحد انشا بال 77 والاخر انشا بال 81. سعه المشروعين تقريبا 2500 متر مكعب الساعه، لكن للاسف لم يتم انشاء مشروع جديد في مركز مدينة تكريت. عندنا مشروع متوقف في حي القادسية، نفس هذا المشروع من 1990 تم التوقف فيه، تم إحالته من جديد في 2012 لكن توقف بسبب أحداث داعش، لم يعد أو لم يستمر في العمل لحد الآن في داخل المشروع، فقط في الشبكات أو الخطوط الناقلة للماء. من المؤمل أن يعاد أو يكمل إنجاز هذا المشروع. هذا المشروع السبعينات ولا الثمانينات هسه احنا الواقفين فيه؟ هذا الثمانينات. الثمانينات نعم. قبل ايام مشروع شنو بيا سنه؟ 77. 77 تكريت فيها مشروعين. نعم. واحد بال 77. نعم. واحد بالمناسبه نفس المكان. هنا اثنينات نفس المكان. نعم. واحد بال 77 وواحد بال 80 وبال 90 ما حد كمله. ما حد، لا حد الان ما كامل والله. حد الان ننتظر يعني موافقه من الوزاره. هناك مشاكل في في انشاءات المشروع الخاصه بالقادسيه كاندثارات حصلت او من ترك المشروع، ننتظر المصادقة عليه من قبل الوزارة لغرض المباشرة بالعمل مرة أخرى. مشروع 90 إيش قدر هاي المفروض؟ الساعة 3000 متر مكعب، هو بالمناسبة يعني المفروض حاليا يعني خرج من الخدمة حال هذا المشروع، المفروض ننشئ مشروع آخر جديد، لكن للأسف لحد الآن لم يكمل هذا المشروع. في حال إذا أردنا نسوي مشروع موحد للتكريت تقريبا الطائل إيش قد يحتاج مبالغ؟ يحتاج كمشروع يعني تقريبا يعني مركزي يعني حسب الشبكات. نعم نعم تقريبا من 8 الى 100 مليار المشروع الواحد. المشروع الواحد نعم. يعني قياس ال 100 مليار الى هذا مو رقم قياسا للدوله؟ لا طبعا اكيد، لكن للاسف احنا عندنا مشاريع متوقفه حال مشروع القادسية. عندي في مشروع بلد كذلك متوقف، عندي مشروع الدجال متوقف. نرجع نعم للمشروع. نعم. مشروع فيها هذه نعم. المشاريع المتوقفه نعم، ولكن مشاريع تكريت، مشاريع تكريت اليوم تعلم تكريت تتوسع وتكريت المدينه هي مركز محافظة تعداد نفوس كبير، مشاريع استثمارية كلها في تكريت خاصة الاستثمارية السكنية. شفايتنا لو مشاريع فقط استثمارية سكنية اليوم شو راح تحلون هاي الأزمة؟ هاي كلها حلول ترقيعية والله حقيقة، حلول ترقيعية للأسف جدا. يعني نضطر يعني نواكب خلينا نقول العصر أو الواقع الحالي. يعني يومي أضيف مجمع صغير لكن للأسف هذا لا يسد الحاجة. يعني توسيع شبكات لا تسد الحاجة. أنا أتأمل يعني كمديرية ما صلاح الدين أن ينشأ مشروع مثل هذا آخر استثماري يسد حاجة مدينة تكريت بشكل كامل. طيب نبقى بالتكريت. نعم. تكريت اليوم نرجع لأزمة الديون. أزمة الديون أنبوب مديته وصل حد سكة القطار وحصلت موافقة بمد الأنبوب. ليش توقفتوا عني؟ طبعا بالفاصل جتني يمكن 4 رسائل يسألون عن الموضوع. نعم. مثل ما قلت لك أنه إحنا حصلنا الموافقات أثناء العمل، هناك حدثت مشاكل فنية أثناء العمل. يعني البرينة اللي تثقب الجاية من الشركة من بغداد أنه متوقع أنه الأرض طينية وليس جبسية كلسية، من الصعوبة أنه بدأ يحفر، اضطر أنه يحفر باليدوي، حفر يدوي يعني أخرنا على العمل. حاليا العمل اكمل ان شاء الله، فقط عندنا فقط ربط الانبوب من المشروع يحتاج الى شغله، يعني شغله ان شاء الله اسبوع الى 10 ايام يكمل العمل ان شاء الله. ان شاء الله. نعم ان شاء الله. اليوم هسه ازمه تكريت ان شاء الله تعديها هاي الايام، تعدي ان شاء الله. هاي الحلول الترقيعيه. اي الحلول الترقيعيه ان شاء الله، ويعني حلول على قدر المستطاع من الموارد المتوفره يعني في المحافظه وفي مديريه مصر صلاح الدين. نرجع لك مره ثانيه وعن جنوب المحافظه والمشاريع اللي متوقفه بجنوب المحافظه ان شاء الله، ولكن بعد الفاصل. تابعونا حول مشاريع المتوقفه جنوب محافظه صلاح الدين ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع. حلقة اليوم مخصصة عن شحة المياه في محافظة صلاح الدين. حقيقة بعد ما
كانت حلقة لنا سابقة في برنامج أصداء الشارع عن الخدمات اللي أطلقت حملة كبيرة في مدينة تكريت تحديدا اللي هي أكثر أزمة في مدينة تكريت من خلال حقيقة السيارات الحوضية وصيانة المشاريع. خلنا نتعرف فيك أول مرة الكريم. الفني أحمد أمين شهاب، مسؤول صيانة شبكات تكريت. اليوم شنو اللي تسويه الآن بالصيانة؟ خلنا نروح للصيانة. والله إحنا الصيانة يعني أنابيب عندنا، إذا صار بها خلل كذا إحنا نقدر نعالجها، بس صارت عندنا شغلة الأزمة المياه مثل ما تعرفون كل المحافظة تقريبا، وقاعد نطلع حوضيات زين وعلى كل المناطق الضعيفة بالماء على قدر المستطاع. تدري حوضياتنا مو هواية. كم حوضية عندك؟ يعني أنا كبركز مع تكريت عندي حوضيتين زين، وقاعد نقدر نساعد بها الناس على قد المستطاع. بس حوضيتين؟ حوضيتين بس مركز. مناطق أكثر شيء تركزون بيها؟ والله هي أكثر مناطق الديوم والجمعية البعبيد خل القمارق، خلف القمارق هم موجودة عندنا أزمة شوية. حوضيتين تكفي؟ ما تكفي، أنا لحد الخمسة الصبح مالت السواق يشتغلون يروح وحوضيات مالتي تقريبا 10,000 لتر تاخذ، يعني تنكر الواحد. تدري البيت مثلا اقل شيء ب 6,000 الى 5,000 لتر زين، يعني البيتين بحوضيه وهو يروح ويجي يروح ويجي للخمسة الصبح ويشتغل زين، ويجي الصبح ونفس كذلك. يعني صار لنا بس الحمد لله استاذ علي واستاذ وليد مسؤول مركز وفروا لنا حوضيات من غير من الحجاج من الدوار من العلم، انطانا حوضيات ساعدونا بها خلال هذه الازمه. هسه كم حوضيه تشتغل هاي خلال هاي الازمه؟ والله احنا الحمد لله يعني هسه يعني يوم 8 فاتت بالديوم طلعنا بها شويه. العالم تدري هي انت ما تقدر كلها تقدر تسوي لها يعني مثلا الحل لها، فهي المشكله مو هنا، المشكله انه هي الوضع مال الماء مطلوب وخاصه فصل الصيف يعني مبردات. السنه هاي الازمه بس هذه؟ لا والله بس هاي السنه شويه صارت عندنا من وراء انخفاض منسوب المياه، ولا ما عندنا كانت ازمه قليل يعني كانت اكو بس قليل. ومال الديوم هي يعني معروفه عند الجميع، مشاريع من 2008 والديوم ما شاء الله صارت مدينه 4,000 مدينه مدينه زين، وان شاء الله بالايام القادمه يعني الانبوب هذا مال السكه ان شاء الله ماشيين به، وان شاء الله انها براس الشهر 10 ايام يكمل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. حبيبي استاذ الله يسلمك. يعني بس اريد نوضح للساده المشاهدين، عد ما مدينه بحجم مدينه تكريت، مدينه مركز للقوات الامنيه وبها اداره المحافظه، يعني بها يمكن كل دوائر محافظه صلاح الدين مديريات عامه بها، تيجي عليها اساله ماي يعني اسالتين ماي، واحده مبنيه يعني منشئه بال 77 والثانيه منشئها بال 80. طيب يمكن بذاك الوقت كان تعداد نفوس تكريت يمكن 3 أو 4 أحياء يعني بالكثير، ولكن اليوم تكريت بوحدة حي الديوم هو يعادل نصف مدينة تكريت، والآن الحلول نفسها يعني بس هنا سؤالنا يعني يعني محافظ صلاح الدين تدرس الوضع، عادة استشاريين لموضوع أزمة المياه بعد 10 سنوات شو يصير إذا إحنا كل سنة ندخل بأزمة شكل، يعني أزمة الكهرباء وأزمة الواقع الصحي، هالمرة هاي أزمة المياه، يعني مدينة تكريت على نهر دجلة تشكو الجفاف والعطش. نتواصل وياكم ولكن بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين عندنا لكم مرة أخرى وبرنامج أصداء الشارع، عندنا للأستاذ علي مرة أخرى. أستاذ علي تركة ثقيلة وتركة يعني فت مرة ثقيلة، اليوم شو راح تتعامل وسط هاي الأزمات؟ كل قضاء فيه أزمة وانت نعم. رئيس خلية أزمة في هذه المشكلة. هي حقيقة تركة ثقيلة نقول، هذا الواقع الحال يعني واقع حال مديرية ماء صلاح الدين واحتمال كل العراق على هذا الواقع حال، لانه نفس النظام احنا كل المحافظات، لكن احنا نتعامل بما هو متوفر من الامكانيات بمساعده محافظ صلاح الدين طبعا، كذلك مساعده المنظمات الانسانيه. يعني حقيقه المنظمات الانسانيه ساعدت جدا بهذا العمل، عده منظمات من اليو ان اكبر منظمه الى نعم. اذا المنظمات الانسانيه في انه مشروع طيب
فلوس المحافظه وين؟ تخصيصاتكم الماليه؟ لا 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 لا، احنا المنظمات معتمدين عليها مو انشاء مشاريع، الصيانه الدوريه حقيقه. يعني احنا من بعد التحرير خلينا نقول جينا الى المحافظه شبه منهاره كمشاريع مي. حقيقة مشكورة المنظمات اللي اسعفتنا بصورة سريعة جدا ولحد الآن تسعفنا بهذا الشيء. كما كمحافظة تدخل على المشاريع الأكبر الإنشائية الأكبر، لا تدخل على الصيانة. المفروض هذه الصيانة تكون من قبل اختصاص المديرية، لكن للأسف مثل ما قلت التخصيصات المالية جدا قليلة، أضطر أروح على المنظمات أنسق معها بهذه الصيانة. خلينا نروح للمشاريع اللي المفروض تعد مركزية في يا قضاء. عندنا بي مشروع مركزي يسد حاجة القضاء حاليا، ما عندي مشروع يسد القضاء حاجة القضاء. يعني لا لا، عندي مشاريع لكن لا تسد. يعني عندي من هسه من تكريت لا يسد الحاجة، عندي بيجي لا يسد الحاجة، عندي بالشرقاط، عندي بسامرة مشروع مركزي، عندي بيجي، عندي بالدور، يعني كلها مشاريع مركزية، عندي بيثرب ماشي، لكن لا تسد الحاجة لأنه هاي المشاريع كلها قديمة من الثمانينات والسبعينات. قلت لك مثل ما قلت لك أحدث مشروع عندي بالشرقاط بال2012 تم إكماله، وأيضا لا يسد الحاجة بسبب التوسع الكبير في الشرقاط. طيب يا قضاء اليوم ما عندك فيه أزمة؟ كأزمة مايل كل أكثر يعني، فقط جزء أقول لك جزء الدجيل، مركز الدجيل فقط يجوز احتمال أنه ما عندي أزمة بالماي كمركز، لكن كل القضية يحتاج إلى مشاريع. العلم عندي معتمدة بشكل كامل على المجمعات المائية، كل سنة نرفع لها المشروع المركزي المؤمل أنه يعني يعتمدوا أو يقرب الوزارة المالية، لكن للأسف لحد الآن لم يقرر هذا المشروع. فقط السنة تم إقرار مشروع العلم حوالي يعني 20 مجمع أو أكثر، يعني لا يسد لأنه على ما تعرف يعني بشكل طولاني خلينا نقول إحنا هي نعم نعم أكو مجمع لا عفوا المشروع الواحد إيش قد يكلف هاي المجمعات لا لا مو أكو مجمعات يعني صارت فرض علينا بزمن الأمريكان خلينا نقول انشئت سميت مجمعات، لكن للأسف هي لا توصف كمجمعات فنيا يعني هي، لكن حاليا هي تشتغل سادت لنا حاجة بهذا الشيء، لكن فنيا لا أعتبرها أنا مجمعات أو مشاريع مائيا. يعني أنا المجمع مشكلة يصير عبء على الدائرة من صيانة من كادر كل شيء عبء على 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 مو مثل المشروع المركزي اللي إنه صيانته يعني طول أكثر، خلينا نقول عمره الافتراضي طول أكثر، يسد لي عدد نفوس أكثر. نوعية الماء المنتج من المشروع يختلف أيضا عن المجمع الماء. طيب عن 20 مجمع، يعني 20 مجمع مو بالإمكان هاي 20 مجمع لو كانت أكو خطة ودراسة بمكان 20 مجمع يكون ما مركزي؟ تعرف إنه هاي المجمعات من أنشأت مو أنشأت بيوم واحد أو بسنة واحدة، يعني كانت تنشأ عن طريق مجالس المحافظات، إقرار من مجلس المحافظات كل سنة أو سنتين يقر مشروع أو مشروعين في الناحية وفي كل مكان يعني. فلذلك كانت هاي تعتبر مشاريع سريعة، يعني أنت من تسوي لي مشروع تقريبا مليار أو مليار ونص دينار، وين أسوي مشروع أني بثمانين مليار. لذلك كان الكل يحتاج إلى مجمعات، تتناثر هذه المجمعات في عموم الأقضية المحافظة، هنا مشروع وهنا مشروع، تتبذر هاي الفلوس. خلينا نروح للدجيل، الدجيل شكوى أهل الدجيل يقول لك أنا لحد الآن أعاني وخاصة أطراف الدجيل عندي مشكلة. نعم. اليوم حتى الحفظيات اللي عندكم والسيارات اللي توزعون بها التناكر على قولتكم ما تسد الحاجة. ما تسد الحاجة، نعم أني أعاني من شح بالآليات المتخصصية اللي هي تناكر الماء. كأطراف دجيل نعم تعاني من هذا الشيء، ولكن هو من المفروض هناك مشروع مركزي تقريبا نسبة الإنجاز ب 30% توقف عن العمل أيضا بسبب أحداث داعش. نعم البارحة المهندس المقيم بلغني أنه تم الموافقة على استئناف العمل بالمشروع. يعني هاي بشارة لأهالي الدجيل. نعم نعم بشارة لأهالي الدجيل. من المؤمل إذا أكمل هذا المشروع إن شاء الله سيغذي أطراف الدجيل وأيضا مركز مدينة الدجيل. طيب هذا المشروع يعني راح تبقى نفس الشبكة تتغير الشبكة؟ هو نعم. إذا تسوون مضخات كبيرة والشبكة نفس الشبكة. نعم. ومو يحدث أضرار كبيرة بالمناطق. نعم نعم. هو من ضمن الخطة أيضا إنشاء خطوط ناقلة للماء من ضمن المشروع. الشبكات الفرعية لا تتأثر بهذا الشيء، لكن هي أهم شيء الخطوط الناقلة أنه استحدث هذه خطوط ناقلة أو استبدل خطوط ناقلة. طيب نعم. باشر العمل بي أكو سقف زمني لانتهاء المشروع؟ هو المفروض حاليا منتهي المشروع على الحسابات القديمة، لكن
يعني بدأنا مباشرة من جديد، المفروض خلال سنتين يكمل هذا المشروع. المفروض منجز منه 30%. 30% نعم، يعني مواد استيراد، مواد استيرادية مكملة تقريبا مجهزة من عند 30%. هذا المشروع صار متوقف 7 سنوات الآن عاد للخدمة. عاد إن شاء الله تمت المباشرة من جديد. نروح البلد، بلد أيضا بها مشروع مركزي. بلد نفس الشيء بها مشروع مركزي أيضا متوقف، لكن للأسف لحد الآن لم يتم المباشرة به من جديد. هناك محادثات بين مديرية مواصل أحد وبين الوزارة على إعادة السنة في العمل، لم يتم تحديث لحد الآن لهذا الشيء. بلد المشروع اللي موجود إيش قد الطاقة مالته، إيش قد التكلفة مالته؟ بلد أيضا تغذى من مجمعات مائية أيضا، لكن هناك مشروع واحد هو بلد مشروع الرواشد، يغذي الرواشد، منطقة الرواشد، ويغذي أيضا قسم من بلد. هذا المشروع عبارة عن 1000 متر مكعب بالساعة، أيضا قديم جدا هذا المشروع. الثمانينات أيضا، كلها مشاريع قديمة للأسف. يعني أيضا هناك هذا مثل ما قلت إنه مشروع متوقف حد الآن سعة 4000 متر مكعب، المفروض إلى يعني عاد السنة في العمل به خلال سنتين أيضا. نعم كل أحداث 11 توقف تقريبا 13 إلى 14% هذا المشروع. يعني أكو عمل، يعني حقيقة كانت هي الشركة يعني متفوقة بالعمل وجدا جيدة بالعمل، لكن بسبب هذه الأحداث صار هناك خلل يعني بينه وبين الوزارة. من المؤمل أنه يحل هذا الخلاف ويعاد استئناف العمل. ليش كل مشاريعكم متوقفة؟ اليوم يعني محافظة صلاح الدين، دائرة ماء صلاح الدين، وين أنتوا عن هاي الأزمة؟ يعني ليش كل تدري إحنا الإحالات مو من المديرية، الإحالات يا أما تكون من قبل الوزارة حصراً أو تكون من قبل محافظة صلاح الدين. التمويل يعني من قبل هذه الجهتين. إحنا علينا كجهة الوزارة أو جهة المحافظة، يعني إحنا كجهة مستفيدة فقط إشراف على عمل وطريقة العمل ورفع التقارير إلى الجهة الممولة بذلك. نروح لسامرة. نعم سامرة بها مشروع مركزي وعدت الناس. نعم بعدنا على بشارة إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله راح يخدم المناطق اللي راح تخدم بي. نعم هو سامرة بها مشروع حالي مركزي سعة تقريبا 2000 متر مكعب أو 2500 متر مكعب. هم بثمانيات نعم أو جزء قبل الثمانيات أعتقد. يعني حاليا هناك مشروع سعة 6000 متر مكعب بالساعة، كان معد يعني قبل فترة إنه بدراسات ومخططات عن طريق مكتب أو دائرة المشاريع الممولة خارجيا بالوزارة بتمويل من قبل منظمة جايكا اليابانية. حاليا تم تحويل التخصيصات المالية، تم تحويلها إلى محافظة صلاح الدين مباشرة ليتم إحالتها من قبل المحافظة مباشرة. حاليا لا نعرف يعني مبلغ التكلفة، بس يعني على ما أعتقد يعني احتمال 120 مليار أو 130 مليار يعني تقريبا. طيب هذا الشيء. قضاء الدور إلى نصيب من حصة المشاريع إلى مشروع ماء مركزي. قضاء الدور في مشروع قديم أيضا، لكن للأسف لحد الآن لم يتم إقرار مشروع مركزي جديد للدور. العام أو قبل سنتين تم صيانة المشاريع القديمة الموجودة من قبل دائرة المشاريع الممولة خارجيا إضافة إلى المشروع المركزي حاليا. يعني هناك شحة لكن قليلة بالدور نسبة إلى عدد السكان الموجود في الدور، يعني مسيطر على الدور نسبيا. شكرا جزيلا للاستجابة والعمل من أجل أنصار. أنا أشكركم وأشكر قناة سامراء الفضائية على هذا اللقاء وتوضيح المواطنين الأسباب اللي أدت إلى شحة المياه في عموم محافظة صلاح الدين. شكرا جزيلا. على مرحبا وسهلا. يعني اللي يسمع حديث أستاذ علي مدير ماء محافظة صلاح الدين يعلم جيدا أنه المشاريع اللي إحنا نتغذى منها وتتزود المدن بماء ما هي من ثمانيات القرن الماضي، والبعض منها قبل ثمانيات القرن الماضي. أنا اليوم أريد أسأل سؤال أخير وأتمنى أن تفتح ملفات الماء في محافظة صلاح الدين. 20 مجمع ماء من أجل إرضاء بعض الأطراف، 20 مجمع ماء بقضاء واحد. طيب إذا نجي نحسبها المجمع الماء أقل 1 مليار و500 مليون، طيب ليش ما كان بهاي الأرقام اللي ظلت تجمع بمرور السنين وسوي مشروع ماء مركزي واحد ممكن يكون حتى من قروض الدول؟ أخي هذه حلول مو منصفة. أنت تكريت مشروعها بال77 ديري يزود ماء، تكريت نتذكرها بال80 تكريت هي يمكن كانت 4 أحياء. اليوم احنا احتكريت بس حي الديوم، حي كامل وبعده مدينه حي الديوم. يعني هسه تجي تقضي جزء ما تلقى بيها 4000 وحده سكنيه. اليوم بس حي الديوم 4000 وحده سكنيه، تجي تغذين مشروع بال77 مشي وحنا نشا. وهذا حال كل محافظه صلاح الدين الا مشروع واحد
وما يسد حاجة وهو في قضاء الشرقاط. نتمنى أن تكون الحكومة فعلا جادة بإنصاف محافظة صلاح الدين من خلال هذه المشاريع، ولا تبقى محافظة صلاح الدين مظلومة كما عرفنا منذ عام 2003 وإلى يومنا هذا. إلى حلقات أخرى مع فريق العمل، وتحياتي أنا محمد السامرة إلى فتني. أشكر من رافقني في هذه الحلقة محمد العبيدي والإخراج سيف المهند. في أمان الله.